أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم طبعا حلقتنا راح تكون عن الإرهاب، ومعنا أخونا فؤاد الصباغ. طبعا تاريخ اليوم 22/4/2017 فقط للتوثيق، يعني ليس أكثر. بالبداية خلونا نرحب بأخونا فؤاد. أهلا وسهلا فيك فؤاد. مساء الخير الأخ جون ولكافة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. تفضل أخ جون. أهلا وسهلا فيك أخوي فؤاد. وطبعا أصدقائي، حديثنا راح يكون حول الإرهاب وجذور الإرهاب، ويعني وعلاقة الإرهاب بالأديان، ونشوف. على كل حال أهلا وسهلا بكل الأصدقاء المتواجدين معنا واللي راح يتواجدوا في المستقبل بالتسجيل، يعني ولا كان باللايف. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. طيب أخوي فؤاد، خلينا نروح من البداية، ما هو الإرهاب؟ طبعا الإرهاب هي كلمة متداولة في كافة لغات العرب في كل أقطار الدنيا، فكلمة إرهاب هو معناها بنشر الرعب والخوف في صفوف المدنيين، أي محاولة إظهار الفزع لأناس ليس لهم علاقة بأي صراع سياسي أو عسكري أو الحالات الأخرى السياسية أو غير السياسية أو الصراعات الدينية، أي أناس أبرياء ليس لهم في أي طرف من أطراف الصراع، يتم إلقاء القنابل أو القتل بشكل عشوائي وبغير منتظم وبشكل فجائي. يعني الغاية هو بث الرعب والفزع في صفوف المدنيين، إن كانوا شباب، كانوا نساء، إن كانوا أطفال، إن كانوا شيوخ. هذا هو مدلول كلمة الإرهاب باللغة العربية وبقية لغات العالم ككل. تفضل أخ جون. تاريخ الإرهاب عالميا، خلينا نروح نشوف تاريخ الإرهاب عالميا، يا ريت توضح لنا شوي. تفضل. الإرهاب طبعا لا شك أن الإرهاب هو يمتد جذوره منذ أن ظهر الإنسان، يعني نحن نعرف بأن الوجود هو وجود صراعي، فهذا الصراع إما أن يكون إيجابي كما هو الحاصل كما ذكرت سابقا الشركات التي تتسابق لإنتاج سلعة جيدة وتأمينها للمواطن، وهناك صراع سلبي كما ذكرت بأنه الحروب بين الأمم أو الحروب الأهلية تحصل ضمن الدولة الواحدة. لكن الإرهاب بحد ذاته، شايف كيف، لا يستند على أي خط معين أو خطة عسكرية، شايف كيف، وإنما الهدف هو الهجمات المفاجئة والعشوائية. كل أمم ظهرت على مدى التاريخ العالمي، يعني إذا أخذنا من العصور القديمة عندما كان الإنسان يعيش في الأدغال في أفريقيا أو في جزيرة العرب ما قبل الإسلام أو في الصين أو في الهند أو في مناطق أخرى حيث تواجد الإنسان، كانت هناك قبيلة تغزو قبيلة ثانية للسيطرة على الثروات يعني الحصول على كل ما تملكه القبيلة الأخرى أو الطائفة الأخرى، شايف كيف؟ وبشكل فجائي ومباغت، يعني هذا هو يعتبر شكل من أشكال الغزو العشوائي حصلت على مدى التاريخ الإنساني ككل. فإذا الإرهاب هي ظاهرة موجودة منذ أن ظهر الإنسان، وهو طموح جماعة على جماعة أو قبيلة على قبيلة بشكل مفاجئ ومباغت وبدون أي قوانين أو حروب كما تحصل بين الأمم على مدى التاريخ ككل، كما كان يحصل عندما تلتقي الجيوش في مكان ما بين الشرق والغرب في قديم في الصين في الهند في أفريقيا. لكن الصراع الإرهاب هو مفهوم بشكل هجوم مفاجئ ويقوم على عملية الفزع والقتل والسبايا والسرقة والنهب وكل ما شابه من هذه الأمور اللا إنسانية والتي يرفضها القانون الإنساني أو القانون الدولي. تفضل أخ جون. أشكرك أخوي فؤاد. طبعا أصدقائي، أنا أتمنى منكم طرح الأسئلة، وموضوعنا موضوع الإرهاب، يعني موضوع شوي نعاني منه كلياتنا، وأتمنى من أصدقائنا المشاركة وطرح الأسئلة حتى نكون يعني نستفيد كلياتنا من النقاشات هاي. طبعا ما تأخذوني أصدقائي، أنا مريض، فيعني تحملوني شوي. على كل حال، خلينا نروح ونشوف علاقة أخوي فؤاد، علاقة الإرهاب بالأديان عموما، صحيح، الديني، خلينا نقول الإرهاب والديني. الديانات ككل، طبعا لا شك بأن الديانات عموما بشكل عام أن كانت الإبراهيمية أو غير الإبراهيمية والتي ظهرت منذ زمن بعيد جدا، شايف كيف،
تتحدث بشكل عام عن ظاهرة الخير والشر والخالق، لكن هناك ديانات أتت تتحدث عن عمل الخير وتجنب الشر بالفعل، يعني تقوم على مبدأ إنساني بحت. وهناك ديانات أخرى ظهرت تتطلب أو بالأحرى تقوم بأعمال الخير وتجنب الشر، لكن تبرر أعمالها من غزوات وقتل ونهب والسيطرة على الثروات الأمم الأخرى بسبب نشر الدين ونشر العدالة على حسب رأيهم. إذن الديانات، هناك قسم من الديانات تكون إنسانية بحتة، وهناك ديانات تتبع أسلوب الإرهاب أو العنف بسبب أو بالأحرى لنشر العقيدة التي تؤمن بها. يعني مهما كلف الأمر ولو أدى إلى مقتل كثير من الشعوب والأمم والقبائل، لكن في سبيل نشر الدين فإنها تقوم بأعمال عنف، وتعتبره هذا نوع من كما يقال بالعربية الجهاد في سبيل الله. لكن بشكل عام لا أتحدث عن الإسلام، وإنما أتحدث بشكل عام. تفضل أخ جون. جذور الإرهاب بالإسلام ذات نفسه، هو لاحظ، يعني نحن طبعا الموضوع طويل ومتفرع، سوف لا نتحدث عن كل الديانات، لكن سوف نتحدث عن الديانات الإبراهيمية والتي تخص المنطقة العربية يعني، وسوف نتطرق إلى الديانة بكونها ديانة لها أتباع بالملايين، وهي من الديانات الحية، أي بمعنى لها أتباع لحتى اليوم. يعني الديانة اليهودية، المسيحية، الإسلام، البوذية، ديانات حية، لأن بمعنى أنه لها أتباع. بينما هناك ديانات مثلا الديانة البابلية والديانة الميثورية وديانات أخرى لم يكن لها أتباع، إذا اعتبرت ديانات يعني منقرضة أو مجرد في التاريخ موجودة أو في الأرشيف التاريخ. أعتذر منك أخ فؤاد، طبعا أنا يعني أقحمت نفسي بالحلقة لأنه اليوم هو عيد ميلاد جان برو، وحبيت عايدة باللايف وأقول له هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي براذر جان، هابي بيرثدي تو يو. شكرا جزيلا، حبيت أهلي وأخواننا وأصدقائنا كلهم يهنوا. أنا أودعكم. باي باي. أشكرك حبيبي أبو الحكم، يعني بصراحة أنا خوفتني، أنا ما كنت عم بطلع الشاشة، دخلت فجأة قلت منين جاني القدع ده. أشكرك أبو الحكم جزيل الشكر، وطبعا أصدقائي جتني كتير رسائل، وأنا أعتذر إذا ما قدرت أفتح كل الرسائل. بصراحة رسائل اليوم يعني مئات، يعني ما قدرت أرد على كل الرسائل، وخصوصا أنا مريض في عيد ميلادي المشؤول أو الواتيفر يعني، فما تأخذوني إذا ما ردت على كل الرسائل. أسفين أخوي فؤاد، تفضل أكمل أفكارك. ماشي، أوكي، هابي بيرثدي لك. بالمناسبة طبعا منتابع الموضوع، طبعا نحن راح نتحدث عن الديانات الإبراهيمية بشكل عام والبوذية، كما ذكرت هذه ديانات حية بمعنى أنه لهم أتباع، أما ديانات أخرى فهي ديانات أصبحت في ضمن الأرشيف، والديانات التي كانت سائدة في جزيرة العرب ما قبل الإسلام، والديانات الوثنية، والديانة التي كانت تؤمن بها الإمبراطورية الرومانية قبل اعتناق المسيحية. نحن سوف نتطرق عن الإرهاب كما ذكرت وعلاقته مع الدين. يعني نحن إذا مثلا تطرقنا فرضا لنأخذ الديانة اليهودية، حسب المصادر اليهودية تقول بأن الديانة أتت من مصر وعبرت صحراء سيناء واتت الى فلسطين بكون ارض الميعاد، هذا ما يقوله اليهود. اوكي، كان بها، لكن نحن اذا راجعنا العهد القديم، وهناك كثير من الاسفار بامكان اي انسان ان يعود على طريق الانترنت ويراجع العهد القديم من الكتاب المقدس، فيرى بان هناك الكثير من الايات تدعو الى القتل، تدعو الى العنف، تدعو الى قتل الاطفال، ويعني اساليب وحشيه لا يمكن اي انسان يملك قليلة من الإنسانية والعاطفة الإنسانية أن يتقبلها. لكن التبرير لدى رجال الدين اليهودي بأن هذه الأرض هي أرض مقدسة وهم ينفذون شريعة الله على الأرض، لاحظ هون النقطة. يعني إذا منطقيا لو أخذنا الإنسان اليهودي بالذات وتركنا اليهودي جانبا، نسأله سؤال، هل هذا الكلام هو إنساني؟ سوف يقول لا، لكن بكونه هو من الله إذن معناته يعتبر هذا شرعي وقانوني ويعملونه وهم مرتاحي الضمير. هون النقطة،
فاليهودية شريعة قاسية أتت، أو الأحرى شريعة هي عنصرية، لأن يعتبر اليهود يعتبرون بأنه شعب الله المختار وهم ويحق لهم أن يفعلوا ما يريدون. يعني أنا لا أذكر أسماء الآيات والأسفار الموجودة، لكن أي إنسان يعود إلى الآيات وإلى العهد القديم ويرى الكثير من الأسفار. يعني أولا الأنبياء في العهد القديم كلهم كانوا ناس أثرياء بشكل عام، يملكون السلطة ويملكون الجاه ويؤمنون بالله، لكن يفسرون الدين كما يناسبهم في سبيل يعني فرض الشريعة. كيف؟ فإذا هنا أتت الديانة اليهودية تشجع الإرهاب، بل بالأحرى تعتبر الإرهاب هو إرهاب شرعي. يعني شايف كيف؟ يعني عندما يحلل حتى الآن، حتى اليوم نرى هناك كثير من رجال الدين اليهود في فلسطين يقولون بأن قتل الفلسطيني أتمنى يكون الصوت يعني ما يسبب لنا مشاكل. أظن في مشكلة بالتواصل مع أخونا أخويا فؤاد. على كل حال أصدقائي، يعني أنا أشكر أخويا بالحكم على الدخل الرائع هاي، وشكرا كثير، شكرا عمر طبعا، رشيد رزق رغهود رغهود وتيلر طبعا، شيفا كمان، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء، بكل الاصدقاء اللي يعني عايدوا علي، واشكرهم جزيل الشكر. طبعا في اخونا يعني في اصدقاء عم بيسالوا انه نطرح الاسئله. طبعا الاسئله ممكن تطرحوها على سكايب، ممكن تطرحوها على الشات، واللي انا راح افتح السكايب بعد ما يخلص اخوي فؤاد طرحه عن الارهاب، ونتناقش كلياتنا. اللي حابب يتصل اهلا وسهلا. طبعا السكايب موجود بالدسكريبشن بالشرح تحت الفيديو john.worldwar2. اتمنى يكون اخونا فؤاد لساته معنا. ايه طبعا انا معك. اوكي تفضل. طبعا ننتقل إذن، مثل ما شاهدنا وعرفنا بأن هناك الآيات في الديانة اليهودية تدعو إلى القتل. إذن الديانة اليهودية هي ديانة إرهابية واضحة يعني من خلال الآيات. ننتقل إلى الديانة المسيحية. الديانة المسيحية حسب المصادر المسيحية دعا المسيح إلى الأخلاق والمحبة، وقدم نفسه كضحية لقتل البشر وإخلاصه من الخطيئة الأصلية التي ارتكبها آدم وحواء عندما طرد الله آدم وحواء من الجنة لأنهم خالفوا وصية الله. المسيحية أتت كديانة أخلاق، لا شك في أن نحن نقول بأنها صحيح. المسيح لا يدعو إلى القتل، لا يدعو إلى السبايا، ولا يدعو إلى استخدام القوة في فرض العقيدة أو التبشير في المسيحية أو في ملكوت الله. لكن فيما بعد، بعد أن اعتنقت روما المسيحية وأصبحت المسيحية كدين ودولة، فرض على جميع الذين يعيشون في الإمبراطورية الرومانية فرض قوانين كنسية، ومع الوقت أصبحت البابوية كدولة، وبدأوا يستخدمون الدين من أجل مصالحهم الشخصية. يعني يفرضون على الناس الذهاب إلى الكنيسة، وعليهم أن يدفعوا النوع من الجزية أو سكوك الغفران لأعطاهم أراضي في الجنة. فإذا سرعان ما تحولت المسيحية كانت إنسانية، لكن تحولت فيما بعد من خلال كدين ودولة أصبحت تفرض نظام قمعي على المؤمنين بالذات. يعني حتى المؤمنين المسيحيين معرضون لدفع ضرائب معينة، وإذا تخلوا مثلا عن الكاثوليكية واعتنقوا البروتستانتية هذا فيما بعد أصبح الاتهام والملاحقة القضائية يعني مستمرة. إذن تحول الدين في الأساس المسيحية ديانة أخلاق لا شك، لكن أصبحت فيما بعد كديانة إرهاب، لأنها تفرض على الناس بالقوة الصلاة والصوم و الأمور الأخرى المعروفة. يعني كنيسة، تاريخ الكنيسة في القرون الوسطى معروف بأنها كانت ذات أحكام سيئة للغاية، وكانوا كلهم رجال دين ويستخدمون سلطاتهم من أجل مآربهم الشخصية. لاحظ، فالمسيحية أساسا ليست ديانة إرهاب كما هو في اليهودية، لا توجد آيات القتل كما هو، لكن فيما بعد أصبحت لأن الدين فرض على الناس بالقوة وفرضت الشريعة وتفاسير متعددة. تفضل أخ جان. طب ممكن هون واحد يسأل انه اي دين ممكن، يعني اذا الدين المسيحي بما يعني نحن بنعرفه انه فيه
آيات أو التعاليم خلينا نقول السلمية، من ضربك على خدك الأيسر وأحبوا أعدائكم، وكل هالتعاليم هاي إذا كل هالتعاليم فيها وتحول فيما بعد إلى طاغية، يعني برأيك شو السبب السر اللي حول هالتعاليم هاي من تعاليم سلمية إلى تعاليم إرهابية؟ يعني التاريخ المسيحي واضح، يعني ما بده مين يحكي فيه، مثل ما تفضلت حضرتك انه صار تاريخ ارهابي، يعني شو السر انه تتحول التعاليم هي الجيده الى تعاليم سيئه؟ سؤال جيد. الى واقع سيء، ما نقول تعاليم سيئه لما تم التعاليم هي، ولكن سؤال, سؤال جيد. هو الانسان بطبيعته يحب السلطه والسيطره، طبيعة الجنس البشري، تكوينة الجنس البشري. نرى مثلا رئيس قد يكون يحكم بعدل ورئيس آخر يحكم بالظلم، يعني حتى في عصرنا الحالي ومدى التاريخ الإنساني ككل. فرجال الدين المسيحيين آمنوا بالمسيحية أوكي، لكن فيما بعد كانت هناك بعض البابوية ورجال الدين استغلوا الكنيسة لمصالحهم الشخصية، يعني كانوا يستغلون مثلا بساطة الناس وارتباطهم بالدين إلى جلب المال منهم، جلب المال من أجل مثلا بناء كنائس، جلب المال من أجل مثلا حصولهم على سكوك الغفران في الجنة وهكذا. لاحظ كيف؟ فالتحكم من قبل رجال الدين بواسطة الدين، استغلال الدين لجلب المطامح الشخصية التي يريدونها، ومن يخالفهم فيتهمونهم بأنهم هؤلاء دجالين وشياطين وأعداء الكنيسة. لاحظ كيف؟ فهذه النقطة استغلها رجال الدين، حبهم للسيطرة والسلطة دفعهم إلى استخدام العنف ووسيلة الدين كوسيلة لتحقيق مصالح الشخصية، فهم ابتعدوا عن جوهر المسيحية، لكن في نفس الوقت يعتبرون بأنه لا، يجب على المؤمن مثلا أن يصلي وأن يأتي إلى الكنيسة وأن يطيع أوامر الكنيسة لأنهم هم خلفاء المسيح على الأرض. الكاثوليكية يعتبرون أن البابا هو خليفة الله على الأرض، فهو معصوم على الخطأ حسب التفسير الكاثوليكي. لاحظ كيف؟ فهذا هو السبب أدى إلى انحراف الديانة أو المسيحية من ديانة أخلاق إلى ديانة بطش وإرهاب وفرض الناس. يعني حتى في القرن الثامن عشر كان هناك قسم كثير من رجال الدين لهم دور في تأثير على المؤمنين وجلبهم إلى الكنيسة، ومن لا يأتي إلى الكنيسة فسيعاقب أو يفصل من عمله. كان هناك علاقة بين رجال الدين ورجال الأعمال. لاحظ المصالح كيف تأتي بعضها البعض، وهنا عامة الشعب يكونون ضحية. تفضل أخ جان. أشكرك، أشكرك جزيل الشكر فؤاد. طيب خلينا نروح نشوف الإرهاب الإسلامي، يعني تحدثنا عن اليهودية والمسيحية، نشوف الدين مش نقوله الأخير، النسخة الأخيرة أو الويندو الأخيرة. صحيح، الإرهاب والإسلام طبعا هو ما في شك أنه الإسلام أحد أركان الإسلام طبعا هو معروف، هو الجهاد. يعني هذا الجهاد فلسفة، يعني إحدى أركان الإسلام الأساسية، يعني على المسلم أن يجاهد في سبيل الله في نشر كلام الله وفي نشر العدالة والحق كما هو موجود في القرآن. فنحن هنا سوف نتحدث على موضوع الجهاد بمفهومه السياسي. لاحظ كيف؟ المفهوم السياسي وهو مرتبط مع الدين. يعني نحن هنا شفنا في نقطة حساسة جدا في القرآن، هناك السور المكية والسور المدنية. السور المكية لو أخذنا السور المكية نراها كلها تتحدث عن الوحدانية الله وعمل الخير وتجنب الشر، يعني كلمات وآيات كثير تشبه الإنجيل في الخير. لكن السور المدنية هي نقاط أو بالأحرى سور مضادة جدا أو معاكسة جدا للسور المكية، تدعو إلى العنف والقتل وضرب اليهود وإجبار المسيحيين على دفع الجزية، واعتبار كل إنسان غير مسلم هو مشرك وكافر ويجب قتله، ويعني الأمور كلها بإمكان أي إنسان أن يعود إلى السور المكية ويراه. هناك فارق ضخم بين السور المكية والسور المدنية، لأن الفلسفة الإسلام بحد ذاتها عندما تحدث عن وحدانية الله في السور المكية كانت سلمية، لكن بعد أن هاجر خسر المعركة محمد وأتباعه في مكة وذهب إلى المدينة، هناك جمع الأتباع. عندما جمع الأتباع بدأ وضع فلسفة القوة والعنف والجهاد، وعاد إلى مكة بالقوة وحطم الإسلام ووضع واعتبر مكة مركز المسلمين. شايف كيف؟ فإذا اتخذ العنف في السور المدنية،
الإسلام هناك شقين، الشق المكي هو وحدانية الله، لكن الشق المدني هو الإرهاب أو الجهاد. يعني نحن هلا سوف نتطرق موضوع الجهاد والإرهاب والعلاقة بين الاثنين. إذن الجهاد هو يعتبر أحد أركان الإسلام، والذي يفرض على كل مسلم أن يجاهد، يعني بطريقة ما، هو بالتبشير السلمي أو بالتبشير القوة أو بالعسكري أو بالتبشير بواسطة الإنترنت، المهم بطريقة ما، المهم عليه أن يقوم بنشر كلام الله. وإذا تعمقنا أكثر في الحديث النبوي، طبعا هناك السبايا وهناك فرض كما ذكرت الجزية، وهناك آيات كثيرة تحقد على اليهود والمسيحيين خصوصا وعلى كل إنسان غير مسلم. إذن فرض كيف العنف، أو العنف أحد مبررات نشر الإسلام، وهذا أدى إلى الغزوات. فالإسلام لا ينكر الغزوات بل يفتخر بها، يعني غزوة أحد، غزوة بدر، وغزوة فلان في جزيرة العرب، كانوا يقومون بالغزوات، وعندما يدخلون إلى الغزوات بالاستناد إلى التاريخ الإسلامي، ها يعني كيفهم كافة المشاهدين، لم أضيف من عندي أو أخذ من مصادر مسيحية أو يهودية أو إلحادية، لا، الغزوات يدخلون يأخذون الفتيات، سبايا، الثروة، ما كل ما تملكه القبيلة الأخرى، أو لهم خط آخر هو دخول الإسلام. يعني حلين لا ثالث لهما، إما سيدخلون الإسلام مجبرين أو سيذبحون ويقتلون وتكون نهاية المطاف. وهذا ما حصل في جزيرة العرب، وبعد ذلك انتقل، بدأ عندما ملك المسلمون القوة، بدأوا بالغزوات أو بالدخول في بلاد الشام، أرض الرافدين، وفي مصر، واستمروا حتى الأندلس. يعني الخط هو خط هجومي قوي، ويستخدم كل أنواع العنف. لكن النقطة الأساسية في الإسلام بأنهم يجاهدون في سبيل الله، يعني ينشرون راية الحق. إذن ما يقومون به استنادا لكلام الله، إذن ما يقوم به هم مرتاحي الضمير. لاحظ يعني نقطة، يقتل الإنسان غير مسلم، يقتل يهودي، يقتل مسيح، إيه هؤلاء كفار، نحن ننفذ شريعة الله على الأرض وسوف نذهب إلى السماء. إذن مرتاحي الضمير وينفذن. إذن الشريعة، الشريعة تحمل الإرهاب في فلسفتها. يعني العقيدة الإسلامية، الجانب المكي، عفوا السور المدنية، واضحة في الدعوة إلى القتل والعنف وبكافة أنواع لفرض الإسلام. وهذا ما يحصل بشكل عام عالميا. نحن نتحدث هلا في جزيرة العرب، لكن هذا سننتقل عليه فيما بعد عن الإرهاب الدولي الذي نعيشه الآن. تفضل أخ جون. أشكرك أخي فؤاد. طبعا الجهاد هو إرهاب ولا شو هو الجهاد؟ لا، لاحظ الجهاد هو حسب المفكرين الإسلاميين يعتبرونه هو هذا، يعني فريضة فرضت على المسلم في نشر الإسلام. لاحظ كيف؟ هاي هي النقطة الأساسية لدى المفكرين المسلمين. كيف؟ إذن الجهاد هو يجب على كل مسلم أن يجاهد. فهناك الكثير كما ذكرت أن الدين هو فلسفة من شاء العقل. فالمفكرين الإسلاميين يأتون بعدة تفاسير. البعض يقول هو الجهاد جهاد بالفكر وبالكلام، البعض يقول بالقوة، البعض يقول بطرق أخرى، البعض يقول بواسطة الإنترنت، البعض يقول، يعني هناك عدة تفاسير بالاستناد إلى المفكرين الإسلاميين. فهنا دخلنا في جدل حول ماهية الجهاد وتفكيره وحركته، يعني كيف نحن سنجاهد. البعض يقول بالقوة، البعض يقول بواسطة التقنية، البعض يقول سلميا. يعني هنا المفكرين الإسلاميين اختلفوا، لكن الجهاد بالاستناد إلى القرآن والحديث النبوي هو استخدام كافة الطرق في سبيل نشر الإسلام. يعني مثلا هناك كان حديث كنت بالصدفة كنت أقرأه، يعني مثلا هناك نسبة قليلة من الناس يريدون بناء جامع في مدينة أو في دولة ليست مسلمة، بإمكان أن يتبعوا أساليب الخداع والكذب لإظهار لإقناع الدولة بأن نحن سوف يزداد عددنا أو سيأتي قسم كثير من خارج المدينة، إذن نحن نحتاج إلى بناء جامع، ويقومون ببناء جامع، يعني كي يحصلون. كل أساليب الخداع مبررة لأنهم سوف يقومون ببناء جامع. لاحظ كيف الأساليب مبررة، يعني نفس أسلوب الغاية تبرر الوسيلة. بالضبط، الغاية تبرر الواسطة، كما يقول هذا مبدأ ميكافيلي، هذا عالم إيطالي تحدث عن مبدأ ميكافيلي، الغاية تبرر الواسطة. إيه صحيح، كلام صحيح 100%. تفضل أخ جان. أشكرك أخوي. طيب أنا بدي مسألة الإرهاب يعني والجهاد اللي صاير بالإسلام، يعني هل هي برأيك فؤاد هي ثقافة يعني عربية كانت متعلقة بحياة الصحراء القاسية، بعدين
فقط حطوا لها هيكل أو حطوا عليها هالة قدسية وصار شيء مقدس. يعني هي ثقافة أصلا قبل الإسلام كانت القبائل العربية تغزو بعضها وكان شيء طبيعي هذا. فكل اللي صار كان دين محمد ولا دين مسيلمة ولا دين العنسي ولا كل الأنبياء اللي ظهروا بهذاك الوقت كان عندهم نفس المبدأ أنه يحطوا على هالثقافة، هي ثقافة الغزو، هالة قدسية ويجعلوها من الله. هلا لا شك بأنه الغزوات موجودة ما قبل الإسلام، إن كان في جزيرة العرب أو أي مكان آخر من العالم يعني. لاحظ كيف؟ بس لكن أنه في جزيرة الحياة، في جزيرة العرب، بكون الحياة قاسية وحياة صحراء والإنسان يبحث عن المأكل والمشرب، فسوف يقوم بالغزوات يعني مضطر. يعني عندما لا يتوفر له الماء فيضطر أن يهاجم في منطقة ثانية كيف للحصول على الماء، فإذا كانت هناك قبيلة تمنعه سيقوم بقتل هؤلاء الناس لكي يشرب الماء ويستمر في الحياة. يعني البقاء من أجل التنازع، الصراع من أجل البقاء، هذه يعني مقولة موجودة في طبيعة في نظرية التطور، يعني الصراع من أجل البقاء، الإنسان يصارع من أجل أن يبقى على هذه الحياة. فالغزوات كانت موجودة ما قبل الإسلام في جزيرة العرب وفي مناطق متعددة من العالم كيف؟ فلذلك الصراعات تأخذ صراعات حسب البيئة الموجودة فيها. عندما تتوفر مثلا حياة حضرية، المأكل والمشرب والتجارة والصناعة، لا يحتاج الإنسان إلى أعمال أخرى. وإنما في حياة صحراء كجزيرة العرب فإن الوضع سوف يختلف وتكون الغزوات واردة. لكن عندما أتى الإسلام يريد يعني فلاسفة الإسلام كان نبي محمد أو ورقة بن نوفل بنشر الدعوة، هذه نشر الدعوة في ذلك الوقت هو من الصعب نشر هذه الدعوة في حياة صحراء، شايف كيف؟ فلذلك عندما أتى ووعد الناس بالحوريات والنساء والخمر وهذا، هذا كله دفع جلب كثير من القبائل العربية لدخول الإسلام. يعني إغراءهم بهذه المظاهر دفعهم، لو كان هذا الشيء متوفر لهم ربما لا يبالون به، ربما ورقة بن نوفل يتحدث بفلسفة أخرى أو يأخذ اتجاه آخر. يعني لاحظ المسيح كذلك، يعني عندما لم يتحدث بهذه الأمور لأنه في أرض فلسطين، أرض حضارات وأرض خضار وفيها كل شيء متوفر، بينما في جزيرة العرب الوضع يختلف كما ذكرت، اليهودية في صحراء سيناء كذلك. إذن كانت الحياة قاسية دفعت لتبرير الأعمال العنف بكونها أعمال قدسية، أعمال مقدسة يقوم بها المقاتلون، واستطاعوا فعلا بجلب ناس وغزوا الغزوات في جزيرة العرب، وبعد ذلك انتقلوا إلى بلاد الشام وأرض الرافدين واستمروا في شرقا وغربا. يعني الأمر واضح، يعني لا شك أنه له دور وتبرير في العملية. تفضل أخ جون. أشكرك فؤاد. طيب أنا بدي أسألك سؤال بصراحة عن الوضع اللي حاليا صاير مثلا بالعراق، بسوريا، باليمن. من هو الإرهابي في كل هالمعمعة هاي؟ من هو الإرهابي ومن هو الغير الإرهابي برأيك الشخصي؟ تفضل. هو الإرهاب الدولي الحالي، الإرهاب العالمي. طبعا هو العالم الآن يعيش في وضع متأزم جدا يعني، ولا شك دائما هناك صراع بين الشرق والغرب كما ذكرت. قديما كان بين الامبراطورية الفارسية والبيزنطية، وبعدها أتت الحروب الصليبية والمد الإسلامي إلى الغرب، وبعدها الاشتراكية والرأسمالية. أما اليوم فالعالم يدخل في صراع جديد وبين الإسلام والعالم. وذكرت بأن الإسلام والعالم، يعني حسب رأي الإسلاميين بأن الإسلام سوف يجتاح العالم، أو القسم الأكثر من البشرية سيؤمنون بالإسلام، والمضاد الفكرة المضادة بأن الإسلام سوف يسقط وينهار. وهذا الصراع سيستغرق يعني 100 عام من الآن، فليست قضية عقد أو عقدين أو 3 عقود. فلذلك العمليات الانتحارية ستستمر في العالم، والصراع الفكري والأيديولوجي في بين الإسلام وغير المسلمين سيستمر. أما من ثم موضوع العمليات الإرهابية أو الانتحارية، هنا نحن إذا سألنا أو قسم كثير من رجال الدين في الأزهار وفي مكة وفي قم وفي مناطق متعددة، مفكرين إسلاميين يقولون بأن العمليات الانتحارية التي يقوم بها هؤلاء الناس ليس لهم صلة بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد، والإسلام يمنع هذه الأعمال. أوكي، هذا نضع هذا الكلام جانبا، لنأتي تنظيم داعش أو الدولة الإسلامية، القاعدة، وكل هذه العمليات أو التنظيمات الإسلامية المتطرفة ألا تتحدث عن الهجمات الانتحارية. لو رجعنا نحن مواقعهم السياسية والمواقع الدينية ونسألهم ماذا تفعلون أو ما هو، يأتوا بكل تصرف استنادا إلى الآية القرآنية كذا والحديث النبوي كذا وكذا وكذا وكذا. يعني وسرعان ما عندما يشاهد الإنسان المسلم
خصوصا لأن كل ما يقوم به يستند إلى آيات قرآنية، إذا تصرف داعش والدولة الإسلامية والقاعدة وهلم جرى هو صحيح. يعني هنا يقع الإنسان في صراع، كيف يقول المفكرون المسلمون في الأزهر وفي مكة وفي قم وغيرها بأن الإسلام بريء من الإرهاب، بينما هؤلاء الذين يقومون بعمليات انتحارية يستند إلى آيات قرآنية؟ هنا هو هذا السؤال، هل الإسلام هو دين إرهاب أم لا؟ كيف؟ حبذا لو يوجد بعض المسلمين في القناة وإعطاء رأيهم في العمل، يعني هذه هي النقطة، هل الإسلام هو مرتبط بالإرهاب أم لا؟ أم هل هو دين إرهاب أم لا؟ أم هو ملطخ بالإرهاب أم هناك تسمية وضعت عليه؟ أسئلة كثير خاصة غير المسلمين وخصوصا في الغرب، القسم يقولون بأن الإسلام هو دين سلام، الإسلام هو دين حق، دين محبة، فهؤلاء ليسوا مسلمون وهؤلاء بعيدون كل البعد عن الإسلام والإسلام منهم براء. كيف؟ هنا الإرهاب الدولي أو حاليا العالمي يدخل الإسلام في أزمة فكر حقيقية، هل هو دين إرهاب أم لا؟ هل هو هذه العقيدة تتماشى مع العمليات الانتحارية أم لا؟ أنا شخصيا كيف؟ نحن إذا راجعنا كما ذكرت السور المدنية نرى بأن الدعوة إلى العنف والقتل وهذا كلها موجودة، يعني مثلا بسورة التوبة الآية 5 تقول اقتلوهم حيثما وجدتموهم، أو يقولون لا يدفعون الجزية وهم صاغرون أي أذلاء، والفاتحة لا تقول غير المغضوب عليهم أي اليهود والضالين هم المسيحيين، يعني كلها آيات تدعو للعنف والنبذ ومزلة اليهود والمسيحيين وكل إنسان غير مؤمن، كيف وسحقهم وفرض، يعني كلها تدل على العنف. إذن أنا شخصيا أعتبر بأن الإرهاب هو مرتبط مع الإسلام، يعني الإسلام يحمل بأحد طيات فكره وبنوده هو الإرهاب أو العنف، كيف كيف؟ والعمليات الانتحارية التي يقوم بها الإسلاميون يستندون إلى هذه الآيات، لاحظ يعني لا مجال للشك، فهم يمثلون الإسلام الصحيح، يعني الداعش والدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة هؤلاء يطبقون التعاليم الإسلام بصحته، يعني فرض الجزية كما يحصل في الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وفرض أو شرح العقيدة والصلاة والصوم والتحذير وتجنب السماع إلى الموسيقى ومنع التصوير ومنع النحت، يعني كل هذه الآيات موجودة في القرآن وفي الحديث يطبقونها حرفيا. فأنا أعتبر بأن الإسلام الحقيقي هو الدولة الإسلامية بدون زيادة أو نقصان، يعني وأن كان الإنسان أن يطلع على أي موقع مواقع الدولة الإسلامية يرى كل كلام يقولونه ويطبقونه يستندون إلى الآيات القرآنية والحديث النبوي. فلذلك الإرهاب هو مرتبط بالإسلام والإسلام هو دين الإرهاب، الأمور واضحة ما في مجال للشك، لكن هنا نحن دخلنا أول مفكرين إسلاميين دخلوا في صراع مع الغرب أو مع الشعوب والأمم الأخرى، هل هو هذا دين إسلام، هل هو دين إرهاب أم لا؟ تفضل أخ جون. أشكرك أخوي فؤاد. طيب هلأ بنشوف نحن الصراع الموجود بين الإرهابيين ذات نفسهم، طبعا هذا بالنسبة إلي، يعني مثلا حزب الله هو تنظيم إسلامي بالنهاية يحسب على الشيعة، وتنظيم جبهة النصرة مثلا تنظيم إرهابي يحسب على السنة. برأيك هل الإرهاب هو فقط متعلق بالطرف السني، ولا الإرهاب في كإسلاميا أتكلم يعني، أم على الطرفين يعني على الطرف الشيعي والسني مع بعض؟ يعني لا، هو السني أم الشيعة يؤمنون بالقرآن والحديث النبوي، لكن الشيعة لهم الاثنى عشر ولهم علي بن أبي طالب له مكانة أكثر أو كان له حق في الخلافة من غيره، فهنا ظهر المذهب الشيعي، لكن السنة أم الشيعة كلهم يؤمنون بالقرآن والحديث النبوي، إذن الاثنان متفقان على أنهما يؤمنون بهذا الكتاب، فإذن تياران إرهابيان، لكن هنا التفاسير والتصرفات تختلف. يعني نحن ندخل، يعني طبعا هو الإرهاب الدولي هو له علاقة بالسياسة والدين بنفس الوقت، يعني مثلا حزب الله يحارب داعش أو الدولة الإسلامية بكونهم تنظيمات تكفيرية، لكن هو حزب الله يؤمن بالقرآن والحديث، وداعش والدولة الإسلامية يؤمن بالقرآن والهنا، يعني وجهان لكبل، يعني وجهان أو كما يقول مثلا وجهان لعملة واحدة يعني، لكن اختلفت الأشكال. هذا يقول هؤلاء إرهابيين وذاك يقول إرهابيين، يعني والتهجم على بعضهم البعض واضحة،
لكن في الجوهر ما دام الاثنان يؤمنان بالقرآن والحديث النبوي فهما يتبنان تنظيمات عنف. يعني لاحظ مثلا حزب الله في لبنان هو يشكل دولة ضمن دولة، وهو له سلاحه وله مخابراته وله جهازه ويتصرف كما يريد. شايف كيف؟ هذا هو هذا نظامه وهذا فلسفته، فهو متمرد على الحكومة اللبنانية لكن يعتبره نوع من أنواع الجهاد. شايف كيف؟ لكن جهاد للدولة الإسلامية يعتبر خطأ، هذا تكفيري حسب رأي حزب الله. بينما التنظيم الدولة الإسلامية يعتبر حزب الله أو كما يقول حزب اللات، هذا هو هذا منحرف عن الإسلام. يعني كل إنسان يفسر، لكن ما دام الطرفان المذاهب الإسلامية تؤمن بالقرآن والحديث فكلها تتبنى خط الإرهاب وخط العنف. يعني العنف واضح في الإسلام لا مجال للشك فيه. يعني تفضل أخ جون. طب خلينا نروح على السؤال، ما هو الفرق بين الإرهاب السياسي والديني؟ الإرهاب السياسي هو يرتبط بنظام الدولة التي لا تعطي الحرية لشعبها. قد تستخدم هنا قد تستخدم الدين أو تستخدم مذهب معين أو تستخدم سلطة معينة للتشبث بالسلطة، وبالتالي تستخدم تقوم بعملية قمع للناس وتعطي تبريرها بأن مثلا مستوى الثقافي للشعب لا يستوعب الديمقراطية، أو هذا الشعب لا يفهم إلا بالقوة العنف، أو هذا الشعب غير جدير بأن تعطى له الحرية. كيف؟ فعندما تقوم الدولة بقمع الناس وتنتشر الرشوة والوساطة وقمع الأحزاب وقمع هذا وتستغل الدين، فهذه تعتبر الدولة دولة إرهابية يعني، أو دولة قمعية يعني، دولة إرهابية عندما لا تؤمن تعطي الحق للمواطنين وتنشر العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي، فهذا يعتبر إرهاب. شايف كيف؟ وهذا ما يحصل في كثير من دول الأفريقية والدول الإسلامية وحتى في دول أمريكا اللاتينية. فلذلك نرى هذه الدول لا تتقدم، بينما الدول الغربية باعتبار هناك حرية الأحزاب وحرية الاعتقاد الديني وحرية تغيير الدين كما هو موجود في الغرب في اليابان في أستراليا، فالناس كلها الشعوب كلها تتقدم وتتطور وتتحدث وتتبادل كل شيء بطريقة سلمية. أما الدول القمعية هي تعتبر دول بحد ذاتها دول إرهابية بغض النظر عن مسمياتها، قد تكون إسلامية قد تكون مسيحية قد تكون علمانية، يعني ما هو ضروري قد تكون باسم الدين، لكن الدين يلعب دور كثير في قمع الناس وإرضاء الناس بالنظام السياسي. يعني كما هو الحال في السعودية وفي إيران، هؤلاء يستخدمون الدين، لكن الحكام هنا جماعة بعيدون قد يكون يعيشون حياة بعيدة كل البعد عن الدين، لكنهم يتظاهرون باسم الدين فيوافقون الشعب يوافق على تصرفاتهم باسم الدين ويخدعون الشعب، لكن هم في الواقع أنظمة قمعية وإرهابية كما هو في السعودية في إيران وفي باكستان وبقية كثير من دول الإسلام وحتى في أفريقيا ودول غير إسلامية كذلك، كما في كوريا الشمالية دولة إلحادية لكن دولة قمعية، يعني ذكرتها سابقا لا توجد أي حرية لأي شيء، القيادة تتصرف كما تريد وتعتبر بأن تتحدث باسم الشعب لكن تقوم بسحق الشعب، ويعني كما هو معروف يعني كثير. تفضل أخجان. أشكرك أخوي فؤاد. طيب السؤال اللي طرحه أخونا تويكرز أظن، أي إرهاب أخطر، هل الإرهاب السياسي أم الإرهاب الديني، من هو الأخطر؟ خلينا نقول يعني هو هناك تقارب بين اثنين، شايف كيف نقول، بس لكن الإرهاب الديني، الإرهاب السياسي قد يكون الإنسان يغير رأيه، ما يقوم بالإرهاب السياسي مع زمن قد يكون يعني يحاكي نفسه ويغير رأيه، لكن الإرهاب الديني يعني بما أنه ينفذ شريعة الله على الأرض فمن الصعب أن يغير رأيه أو معتقده. يعني مثلا العمليات الانتحارية التي تقوم في جميع أنحاء العالم التي تحصل بين الحين والآخر في أي مكان من العالم، هؤلاء يقومون بهذه العمليات الانتحارية من خلال الإيمان المطلق بالله والإيمان المطلق بالإسلام أو الشريعة التي يؤمن بها، ومتأكدون أنهم سيذهبون إلى الجنة رغم أنه ما يقوم به هي جريمة، لكن هم مفتاحي الضمير. فالإرهاب الديني له خطورة أكثر، لأنه لا يستطيع الإنسان المؤمن كيف عندما سوف يقوم بعملية انتحارية لا يستطيع أن يسأل نفسه عجب يا ترى أو ضميره قد يكون هذا العمل خاطئ، باعتبار أنه شريعة الله فهو يقوم بكل رياحة وبدون أي خوف أو بدون أي قلق أو تردد. فالإرهاب الديني هو أكثر خطورة من الإرهاب السياسي، لأنه من الصعب أن يتغير الإنسان ما يعتقد به. تفضل أخ جان. أشكرك أخوي فؤاد. في نقطة أخيرة تقريبا، يعني سقوط الإسلام، أنت حطيت لي نهاية العمليات الانتحارية وسقوط الإسلام،
ليش مرتبطة ببعض؟ شو السبب؟ خلينا كمدخل خلينا نقول. أنا عندما أتحدث عن الإرهاب الدولي، طبعا هو الإرهاب مرتبط بالإرهاب الإسلامي حاليا عالميا. لماذا؟ يعني إذا نحن رأينا كل العمليات الانتحارية التي تحصل في جميع أنحاء العالم تعود إلى خلفية إسلامية. يعني قد تكون تحصل مثلا أعمال إرهابية في فلسطين، اليهود أو كذا، أو كان سابقا بعض مثلا الأنظمة، بعض الدول الاشتراكية مثل الألوية الحمراء في إيطاليا وما شابه. لكن حاليا الإرهاب الطاغي عالميا هو مرتبط بالإسلام، والذين يشنون عمليات انتحارية في الشرق والغرب كلهم ينتمون إلى الديانة الإسلامية، لا ينتمون إلى المسيحية، لا ينتمون إلى البوذية، ولا ينتمون إلى الملحدين. كيف؟ قد يكون إنسان ما يقوم بعمل ما، قد يكون ملحد لسبب ما، يقوم بدعس بالسيارة لناس معينين. كيف؟ لكن بس بشكل عام العمليات الانتحارية المنظمة والمدروسة التي تحصل بين الحين والآخر في أوروبا، أمريكا، وفي الدول العربية كذلك، هي مرتبطة في الإسلام. يعني أنهم هم مسلمين. كيف؟ يعني مثلا الهجوم الأخير في العاصمة البريطانية قبل أسابيع من الآن هو أساسه إنسان إنجليزي. كيف؟ رحل إلى السعودية واعتنق الإسلام وغير اسمه إلى خالد مسعودي، هو كان اسمه أدريان راسل. كيف؟ ففي السعودية آمن بالإسلام وتبنى العقيدة الإسلامية، وبعد ذلك أتى إلى هنا وارتبط مع إحدى التنظيمات وقام بعملية الجهاد. يعني يعتبر بأن العمل الذي قام به هو عمل جهادي، وهو مرتاح الضمير وسوف يذهب إلى الجنة. لاحظ كل العمليات، العملية التي حصلت في باريس والعمليات السابقة كلها حتى هجمات 11 من أيلول، القاعدة أعلنت هجم مسؤولية عن الهجمات. إذا الإرهاب العالمي حاليا هو مرتبط مع الإسلام، وهنا دخل الإسلام في أزمة فكر كما ذكرت، وهذا الصراع سيستغلق لعقود طويلة. يعني وفي آخر المطاف كيف ستظهر أجيال غير الأجيال الحالية، مستقبلا بعد 50 سنة ستظهر أجيال جديدة من المسلمين والمفكرين سوف يقولون بأن هذا الأمر يجب أن نضع حد له. كيف؟ فكيف سيحصل هذا الأمر؟ هو بتغيير مناهج التعليم، تغيير مناهج التدريس، يعني عزل مفهوم الجهاد بهالمفاهيم والتفاسير التي هي موجودة والسائدة، كما هناك كثير من المفسرين يدعون إلى العنف والقتل. كيف؟ فهذا الأمر ليس بهذه السهولة ويحتاج إلى زمن طويل، وسيحصل بين رجال الدين المسلمين قسم يوافق وقسم لا يوافق. يعني هناك فكرة أساسية إذا تم عزل السور المكية عن السور المدنية في القرآن، لكن هذا من خمس المستحيلات. كيف؟ يعني السور المكية، لو كان المسلم يؤمن بالسور المكية تحدثت عن وحدانية الله والخير وتجنب الشر وتجنب الغش ومحبة، لكن السور المكية هي تدعو إلى العنف والقتل والجهاد. يعني كيف؟ فهل يمكن عزلهم فصلهم؟ هذا من الصعب. ولو أتى مفكر مسلم ودعا إلى عزل هذا من الصعب أن يستمع إليه البقية، لأنه هو سائد، بالرغم أن القرآن الحالي الموجود هو جمعه عثمان بن عفان، وجمعه بشكل عشوائي. عثمان بن عفان تم تجميعهم بشكل مرتب، معروف بأن السور المكية أولا ثم السور المدنية. لكن إذا أخذنا القرآن نرى في السور المكية أحيانا ثم المدنية ثم السور المكية، يعني التجميع تم بشكل عشوائي، وضعهم في كتاب وأصبح هذا هو القرآن المنزل. وهناك قسم كثير ربما ضاع وهما اختفى، وقبله كثيرون جمعوا الأسود وطليحة، لكن هو حرق النسخ الأخرى ووضع هذا الكتاب الذي جمعه هو بالذات والمتداول بين أيدينا حاليا، وهو خليط بإمكان كل إنسان أن يرى أحيانا سور مكية أحيانا سور مدنية. إذا المقصود أن فيما بعد عدة عقود المفكرين الإسلاميين سوف يدخلون في جدل جديد لإنهاء مفهوم العنف في الإسلام، وهذا أنا أو غيري لا نستطيع أن نتصور أو نقول ماذا سيحصل، لكن في نهاية الأمر العمليات الانتحارية سوف لا تستمر إلى الأبد، سوف لن تستغرق 1000 عام أو 500 عام، لأنه أمر خطير. وحتى في الدول الإسلامية والأنظمة الإسلامية نفسها تقع في مشكلة فيها، لذلك هذا سيتم استئصاله لكن ليس بهذه السهولة. شايف كيف؟ سيحتاج إلى زمن. تفضل أخ جان. أشكرك أخوي فؤاد. طبعا أصدقائي أنا أرحب بكل الاتصالات، اللي حابب يتصل فيني حالا مباشرة لطرح الآراء والتعقيبات وأسئلة وكل ما تريدون. الأخ عمار كان حابب يتصل، أهلا وسهلا فيك أخي عمار، في أي وقت ممكن تتصل فينا؟
وأتمنى من الأصدقاء كمان طرح الأسئلة حتى نستفيد كلياتنا من وجود أخونا فؤاد. طيب، على سقوط الإسلام، هل سقوط الإسلام برأيك هو حتمي؟ ولا شك أن الإسلام ظهر وانتشر ونشأت الدولة الإسلامية كما انتشرت الديانة الدولة المسيحية في الغرب، وبعدها انهارت النظم الإسلامية. شايف كيف؟ الإمبراطورية الإسلامية امتدت ما بين الصين لإسبانيا، انهارت فسقطت إسبانيا، وبعدها نشأت الدويلات الإسلامية، وبعدها جاءت العثمانيين وانهارت الدولة العثمانية التي كانت تمثل آخر دولة فيها الخلافة الإسلامية. فظهور الإسلام من ظهور الإسلام وحتى اليوم ظهرت الإمبراطورية وسقطت، وظهرت دويلات وسقطت. شايف كيف؟ لكن نحن اليوم في صراع عالمي جديد هو بين الإسلام والعالم، فالصراع أخذ صراع أوسع مما كان سابقا. شايف كيف؟ فهذا وبواسطة التقنية الحديثة الإسلاميين يستخدمون التقنية الحديثة كالفيسبوك والتويتر لنشر الدعوة وجلب الناس إلى الدين والالتحاق بالتنظيمات السياسية كداعش أو القاعدة وغيرها. فطبعا مفهوم بمعنى سقوط الإسلام هذا لن يتم بين ليلة وضحاها. شايف كيف؟ يعني يرجى أخذ العلم أو على مدى سنوات معدودة. شايف كيف؟ الآن العمليات الانتحارية سوف تستمر في جميع أنحاء العالم، يعني في الماضي والحاضر والمستقبل ولعقود. شايف كيف؟ فلذلك العالم ليس في وضع آمن، ويا للأسف. شايف كيف؟ لكن هذه العمليات الانتحارية وهذه الهجمات التي ستحصل وخصوصا حتى في الدول الإسلامية وبين الحكومات الإسلامية وبين الإسلاميين المتطرفين كما يحصل مثلا في مصر، مصر دولة إسلامية تحارب المتطرفين الإسلاميين، وهناك كثير مثلا باكستان وأفغانستان. شايف كيف؟ فهناك صراع كذلك إسلامي إسلامي بالإضافة إلى صراع بين دول غير مسلمة والتنظيمات الإسلامية كما هو في الغرب. فإذا الوضع يعيش في حالة غليان وموضوع طويل يحتاج يعني لعقود لهذه الدراسات تنشأ مفكرين يطرحون أفكار جديدة. شايف كيف؟ لكن هذا يحتاج إلى زمن. فعندما تظهر هذه الأفكار الجديدة ويبدأون بشرح أو خلق أجيال جديدة تفهم الجهاد بمعنى الجهاد السلمي، يعني الجهاد بمعنى بالتي هي أحسن بالكلام. شايف كيف؟ فهنا نستطيع أن نقول بأن الإسلام سوف يتحول كدين فقط. كيف؟ يعني هم مسلمون كما هناك كثير من المسلمين في أوروبا أو في الشرق حتى يمارسون الصلاة والصوم والحج وانتهى الموضوع، وقد يتجادلون مع إنسان إذا يريد أن يدخل الإسلام، إذا لا يريد أن يدخل الإسلام انتهى الموضوع، لا يؤمن بالعنف والجهاد وهذا. لكن الأيديولوجيا العقيدة الإسلامية تدعو إلى القتال والسبايا وهذه، لكن ليس كل مسلم يطبق تعاليم الإسلام 100%. يعني لا يطبقون. الإسلام فلسفة شاسعة واسعة لها بنود كثيرة ووجهات نظر متعددة. فبعد عدة عقود عسى أن يعني يظهر مفكرين يستطيعون أن يخلقوا أجيال جديدة غير الأجيال الحالية. كيف؟ يفهمون بأن الإسلام كجهاد، يفهمون الجهاد يعني كتبشير بالسلم وليس بالعنف والقتل. وهذا يحتاج إلى زمن، لكن في نهاية المطاف سيصلون إلى هذه النقطة، لأن التنظيمات المتطرفة والعمليات الانتحارية محاربة دوليا، فسوف تضعف مع الوقت وستنهار. لكن انهيارها لا يعني هو نهاية الإسلام ككل، يبقى الإسلام كدين لكن كمفهوم سياسي سوف يتضعضع. حتى الدول الإسلامية في السعودية وفي إيران وفي باكستان سوف تنهار وتسقط، يعني سوف يبحثون عن دول مدنية، دول تتبنى الحضارة، تتبنى يعني حسب المفهوم كما هو في الغرب. كيف؟ بس لكن هذا نحن لا نستطيع نراه، سوف لن نراه، لأنه هذا يحتاج إلى قرن من الزمن من الصراع العنيف. يعني تفضل أخ جون. طيب، أشكرك أخوي فؤاد. يا فؤاد، يعني نحن بنعرف بالغرب القادة الغربيين والشعوب الغربية ما هي شعوب غبية، يعني وكلنا بنعرف يعني تثقيف الناس بس يعني من خلال اليوتيوب والفيسبوك الناس تعرفت على الإسلام، أغلب الناس اللي تعرفت تخرج من الإسلام. يعني برأيك ليش ما عم بيحاولوا القادة الأوروبيين إنه يسقفوا الناس حول الإسلام وخطورة الإسلام؟ شو السبب؟ يعني ما في مبادرات جدية لتثقيف الناس وخصوصا في الشرق الأوسط
حول مخاطر الإسلام. يعني هم مستمتعين بصراحة، أنا اللي شايفه أنه القادة الأوروبيين مستمتعين بهالحروب وبدهم الحروب تستمر، يعني ما بيهمهم شو السبب، يعني ما مخليهم يسقفوا هالناس هي، يعني هو أسهل طريق وأقصر طريق لإنهاء الإرهاب أظن. هلا يعني حسب المفهوم الغربي وفي الدول الحرة يحق لكل إنسان أن يتكلم ويبشر بالعقيدة التي يريد بها، فبما فيها المسلمين يبشرون وينشرون الكتب وبواسطة الفيسبوك وبواسطة تويتر وهكذا. يعني هذه النقطة بكونهم دول حرة لا يستطيعون أن يقفون في وجه الإسلام أو يتحدثون كما يشاءون المسلمون يعني. لكن متى بدأ الهجوم المضاد من قبل الغرب؟ عندما بدأت التيارات الإسلامية باستخدام العنف والقوة، شايف كيف، وفرض الشريعة واستخدام العنف على الآخرين. هنا وقف الموقف موقف المضاد. لكن بالرغم من ذلك، بالرغم من العمليات الانتحارية وأجهزة المخابرات الغربية تلاحق الإسلاميين المتطرفين في الشرق وفي الغرب حتى في الدول الإسلامية، لكن يبقى في الغرب لا يستطيعون الغرب أن يمنع من التبشير السلمي، شايف كيف؟ فهلا هنا كما ذكرت العقيدة واسعة وشاسعة، الإسلام كفلسفة يعني. فالبعض يقرأ من الغربيين يرون بأن دي أنا تدعو إلى العمل الخير وكذا ذكرت في الصور المكية، ولكن هناك قسم آخر العنف. يعني حتى الإسلام بحد ذاته يدعو مثلا يصف المسيحيين واليهود بالضالين والمغضوب عليهم، بينما هناك آيات أخرى تقول إن أقربكم هم النصارى، وبعدين هناك آية تقول في سورة العنكبوت يا أهل الكتاب لقد أمنا بما أنزل إليكم وإلينا وإلهكم وإلهنا نحن مسلمون. ويعني كما يقال يعني أحيانا يعتبر اليهود والمسيحيين هم أقرب لهم، بيعتبرهم أهل الكتاب، وفي طرف آخر يلعنهم ويشتمهم ويصفهم بأولاد الخنازير، يعني هناك طرفين نقيض. فالبعض يفهم بأن الإسلام كدين كمثل بقية الديانات، والبعض يفهم بأنه هو دين عنف. لكن هنا بعد العمليات الانتحارية بدأ الغرب ينظر بتحفظ يعني بحذر شديد بالنسبة للعقيدة الإسلامية، كيف، ويحاولون هناك كثير في الغرب يحاولون جلب العائلات المسلمة والمسلمة أوروبا أن لا يتبنوا تربية راديكالية، أي تربية متطرفة. لكن وللأسف الكثير من المسلمين والجاليات المسلمة يتلقون التربية الراديكالية في بيوتهم، فلذلك التأثير الحكومي لا يؤثر كثيرا، يعني التربية البيتية تؤثر كثيرا ويقومون بتربية الأطفال كتربية. فلذلك نرى أنه كثير من الإسلاميين الذين يشنون عمليات انتحارية هم من مواليد أوروبا أكثر ما يكونوا من مواليد دول الإسلامية، هم من مواليد أوروبا ويقومون بهذا، أو هناك البعض الذين اعتنقوا الإسلام. فهنا نقطة يعني كما ذكرت، ويعني لماذا لا يقومون بالهجوم المضاد؟ لا تستطيع الدول الغربية أن تمنع أو تقف في وجه أي طائفة مسلمة أو جامع يقوم بالتبشير، يقول نحن نبشر سلميا، لكن أكثر ما هو يوجه التحذير بأنه إذا في حال حصل أي عنف أو أي شيء نحن سنقوم بإغلاق المسجد، وهذا ما حصل. هناك كثير من المساجد أغلقت في أوروبا. الفكرة هون أخوي فؤاد يعني أنه صح أن القوانين يعني بتقوى، يعني ما بقدروا بمنعوا أنه أشخاص يبشروا بدينهم بشكل سلمي، ولكن يعني ليش ما في هيئات إعلامية تفضح الإرهاب المتجذر في النصوص الإسلامية؟ هي الفكرة، يعني ليش ما بنشوف هيئات إعلامية، يعني خلينا نقول الله مثلا هيئة إعلامية مثل البي بي سي مثل سي إن إن، يعني مهما كلفت ما أظن راح تكلف قد تكاليف حرب صغيرة. يعني يعني 10 قنوات فضائية ممكن تحول الشرق الأوسط خلال 5-6 سنين إلى ثورة فكرية، يعني تحول ثورة فكرية بحقيقية تساويها في الشرق الأوسط، ويعني كلفتها أقل بكتير من الحروب هاي والجيوش وكل هذا. هاي قصدي أنا بطرح السؤال هذا. هو في قناة الفوكس نيوز الأمريكية مرة تحدثت علنا أن قالت أنه المذهب الوهابي في السعودية يخلق أجيال متطرفة علنا، يعني هي قناة أمريكية وللسعودية ذكرت بأن المذهب الوهابي، لأن الذين شنوا العمليات الانتحارية في
2001 في أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن كانوا قسم منهم سعوديون يعني، فهن نشأوا. وهناك محاولات لتغيير مناهج التعليم في الدول الإسلامية. فهنا النقطة، الغرب بإمكان أن يقوم كما ذكرت، يعني هناك كثير من أجهزة الأمن والمخابرات ربما تتعمق وتفهم مفهوم الدين وأن هذا الدين له دور إرهابي يعني، ويدعو إلى العنف يعني، شايف كيف؟ فهنا بإمكان يعالجوه من خلال الإعلام ومن خلال البث، شايف كيف؟ بس لكن قد يكون يعني الدول الغربية تعتبر بأنه حسب رأيي الشخصي إذا تدخلت كثيرا في هذا الأمر فيعتبر نوع من التعدي على الديمقراطية الغربية يعني، شايف كيف؟ فيتركون الناس كما يشاءون، لكن في حال حصول أي عنف من أي جامعة أو من أي مكان حصل، يعني حصل في أوروبا في بريطانيا وفي ألمانيا في كثير، هناك التنظيمات الطائفية من أي جامعة كانوا يذهبون إليه فهذا الجامع يغلقونه يعني يرون، أو حتى هناك رجال أئمة أتوا من دول عربية يدعون إلى العنف، يدعون إلى العنف ضد المرأة والضرب وهكذا، فأجهزة الأمن ترسلهم إلى بلدانهم، وهذا حصل في كثير من هذا يعني، شايف كيف؟ التوغل يلاحظون المواضيع لكن لا يستطيعون أن يقفوا التبشير أو هذا كليا، شايف كيف؟ هذا يعتبر كأنه نوع من الحد من الديمقراطية، برغم أنهم هناك كثيرين يعرفون بأن الإسلام هو يحكي الخطر، فكثير من الرجال السياسي يقولون الإرهاب الإسلامي، لا يقولون فقط الإرهاب الدولي، يعني يذكرون الإرهاب الإسلامي، وهذا الكلام صحيح لأن الإرهاب الحالي كلهم مسلمون يعني، يشنون الهجمات الانتحارية مسلمون، ليسوا مسيحيين، ليسوا ملحدين، ليسوا اليهود، ليسوا بوذيين، ليسوا هذا، وإنما مسلمين يعني واضح، ويستشهدون بآيات قرآنية ويقومون بالعمليات كما حصلت عملية باريس وهكذا يعني، الأمر واضح. لكن هذا قد يكون مع الزمن سيزداد الضغط على المسلمين ويزداد على خاصة الذين يقيمون في الغرب المؤسسات الدينية للبحث في إيجاد وسيلة لخلق جيل قوي، لكن يعتمدون على المصدر وهو في السعودية وإيران، لأن السعودية وإيران تبس يعني ترسل أو تهدر ملايين الدولارات في بناء الجوامع وإرسال الكراريس ونشر الدعوة، لكن الدعوة فيها دعوة إلى العنف يعني، المذهب الوهابي ولا المذهب الشافعي ولا المذهب الحنبلي كلهم في يعني وجهان لعملة واحدة، لكن هذا الأمر قد يكون مع الزمن سوف يباشر بشكل أقوى حسب رأيي يعني في الغرب. تفضل أخ جان. أشكرك أخوي فؤاد، طبعا أنا أسئلتي انتهت وكنت أتوقع من الأصدقاء أسئلة، ولكن يظهر أصدقائنا اليوم ما عندهم أسئلة، ف يعني أظن بساعة طرح بكفي للموضوع يعني، أخذ حده. أشكرك أخوي فؤاد، كلمة أخيرة إذا بتحب تقولها بالحلقة هاي تفضل. طبعا يعني أنا بطلب يا ترى أنه الإنسان يؤمن بعقيدة ما، كيف كيف يجب أن يعتبر، لأن العالم هو مليء بالعقائد والتيارات الدينية والسياسية، فعليه أي بعض نظر أن كان العقيدة التي يؤمن بها، كيف كيف أن يعترف بالعقائد الأخرى، يعني هذه نقطة أساسية، وخاصة الذين يؤمنون بالتيارات المتطرفة والعنف والقتل، يعني لا يعتبرون بأنهم هم على صح والبقية هم على خطأ، هذا لا، لهم وجهة نظر معينة والآخرين لهم وجهة نظر معينة، يعني فرض العقيدة على الآخرين بالقوة هذا لا يجدي نفعا، فلذلك هذا هو سبب الذي يؤدي إلى سقوط الإسلاميين، والأيديولوجيا الإسلامية سوف تتأثر وتقع في مأزق فكري، وبالتالي يؤدي إلى سقوط الإسلام، لكن يبقى كمعتقد لا شك يعني، لا ينقرض لكن يبقى كمعتقد، لكن العمليات الانتحارية سوف تسقط في آخر المطاف. تفضل أخ جان. بكل تأكيد، ويعني أنا أشكرك جزيل الشكر. شو تخبرنا الأسبوع القادم إذا في أي شيء؟ الأسبوع القادم سوف نتحدث عن موضوع المرأة والدين. تمام. أشكركم أصدقائي، وأشكرك أخوي فؤاد على الوقت الرائع اللي عطتنا إياه، وأعتذر لأصدقائي يعني أنا صحتي شوي اليوم وهالأسبوع كله كان شوي مي زيادة، وأظن لثلاث أربعة أيام أخرى يعني ما أظن تلقى يعني تحسن سريع، فأعتذر منكم وأشكركم على المتابعة، وأشكرك أخوي فؤاد، أشوفك في الأسبوع القادم. العفو، مع السلامة. إلى اللقاء أصدقائي، أشوفكم في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.